أهلا بكم. قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية في العام الماضي إن العراق يحتاج لتغيير النظام السياسي مرة أخرى بسبب تعمق أزمة هذا النظام بعد انهيار ما وصفتها بشرعية الطبقة السياسية التي حكمت العراق بعد العام 2003 رغم وجود الانتخابات الدورية والمؤسسات السياسية، حيث توقفت عجلة هذا النظام عند عتبة الأزمات المزمنة والانسداد السياسي مع عجز كامل وتام عن طرح الحلول لتجاوز تلك الأزمات المستعصية. لكن مع ذلك ما زال هذا النظام الطائفي الفاسد يحظى بدعم كامل من المنظومة الدولية ويعامل كأنه نظام سياسي طبيعي وباق ضمن المنظومتين العربية والدولية. يذكر أنه منذ مطلع العام الجاري استهدف نحو 50 هجوما المصالح الأجنبية في العراق، لا سيما السفارة الأمريكية في بغداد وقواعد عسكرية حكومية ومطاري بغداد وأربيل، في هجمات منسوبة إلى الميليشيات وفرق الموت الطائفية الخاصة التابعة لإيران. استمرار إطفاء المجتمع الدولي الشرعية على نظام الميليشيات الطائفي في العراق رغم فساده وارتكابه الانتهاكات الإنسانية وتهديده الأمن الإقليمي والدولي هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، والتي سنطرح فيها الأسئلة التالية: هل النظام السياسي الحالي في العراق يستمد شرعيته من الانتخابات الدورية أم إنه نظام محكوم بإرادات سياسية داخلية وخارجية؟ ألم تتحول الديمقراطية في العراق الجديد إلى نظام ميليشياوي خطر بلا شرعية تقوده زعامات طائفية وقومية وليس الإرادة الشعبية كما تروج قواه السياسية؟ ثم أليس غريبا بقاء هذا النظام ضمن المنظومتين العربية والدولية رغم اليقين بتبعيته للنظام الإيراني الطامع أو العامل في السيطرة على المنطقة وزعزعة استقرارها وتفكيك دولها؟ ألم تنزع الشرعية من أنظمة أقل خطورة من هذا النظام وتحاصر بل وأطيح بها عسكريا بحجة أنها أنظمة مارقة تهدد الأمن والسلم الدوليين؟ وهل ثمة سبيل لإسقاط هذا النظام الطائفي الفاسد الذي بات يمثل الخطر الأكبر على العراق والمنطقة بل والعالم؟ ضيوف طاولة: رافع الفلاحي، عبد الحميد العاني، فاروق يوسف. مراراً ما وصفت واشنطن النظام الإيراني بالإرهابي المارق دون أن تسأل نفسها أن هذا الإرهاب يمارسه عبر أذرعه وعلى وجه التحديد ميليشياته في العراق المهيمنة على جميع مفاصل الدولة. وأكثر من ذلك، تدرك واشنطن أن وجود الميليشيات في العراق خطر إقليمي ودولي، لكن بقاءها مرتبط ببقاء المنظومة السياسية والعكس صحيح. فكيف يستقيم وصف الميليشيات بالمارقة والتعامل مع مظلتها السياسية كمكون شرعي في الأسرة الدولية؟ فمنذ أن تأسست العملية السياسية في العراق بعد عام 2003 تحولت البلاد إلى رقعة تزعزع استقرار المنطقة بأسرها، وبدأت أذرع النظام الإيراني تثير الفوضى وتستهدف السفارات في الدول العربية والغربية. بمعنى أدق وصفاً للحقيقة، أصبح النظام الإيراني بسقوط العراق أكثر نفوذاً وعملياته العدائية تزايدت، إذ وجد في الاعتراف الدولي بالحكومة في بغداد متنفساً له من الحصار باعتبار تحول العراق إلى حديقة خلفية له. ولا تكمن الغرابة في فساد النظام الحاكم للعراق واستبداده، وإنما من بقائه داخل الأسرة الدولية كما هو موجود داخل الأسرة العربية رغم معرفة العرب بتبعيته للنظام الإيراني الطامع في السيطرة على المنطقة وتفكيك دولها. ولا يفسر هذا التناقض إلا حالة النفاق السياسي المأزوم بها المجتمع الدولي. يذكر التاريخ أن أنظمة أقل خطورة من النظام الحاكم في بغداد عزلت دولياً وأطيح بها عسكرياً، خلافاً لواقع 18 عاماً من حالة العراق المعرقلة لأي استقرار إقليمي. ومع ذلك ينظر لهذه الحالة على أنها شرعية من الناحية الدولية، فأي نظام أشد شذوذاً عن العرف الدولي من نظام تحكمه ميليشيات تتعامل بمنطق القرون الوسطى مع الشعب العراقي ومحيطه الإقليمي؟
أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في استمرار المنظومة الدولية إضفاء الشرعية على النظام الطائفي الفاسد في العراق رغم ارتكابه العديد من الانتهاكات وتهديده أيضا للأمن الإقليمي ودول جوار العراق. ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، وسيكون هنا معنا طبعا في الاستوديو الدكتور عبد الحميد العاني ناطق رسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق، وسيكون معنا عبر سكايب من السويد الأستاذ فاروق يوسف الكاتب الصحفي العراقي. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا. حياكم الله. مرحبا. حياكم الله. أهلا وسهلا. دكتور عبد الحميد العاني، يكثر الحديث الآن عن أن هذا النظام الميليشياوي الموجود في العراق أنه بات نظاما خطرا ليس فقط على العراق وعلى مجتمع العراق أو على الشعب العراقي، بل خطر حتى على أمن الإقليم، وربما أيضا خطر على الأمن والسلم الدوليين، خاصة مع تصاعد هجمات على مصالح أجنبية في العراق. من وجهة نظركم أين تكمن خطورة هذا النظام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وجميع المشاهدين الكرام. المشكلة في هذا النظام أولا لابد أنه نعي، ونحن هذا دائما نؤكد عليه، أنه هو امتداد لمشروع زرع في المنطقة جميعا. هذا المشروع هو مشروع أمريكي إيراني مع بعض تخادم رغم ما بينهما من بعض الخلافات في بعض الملفات، إلا أن الملف في المنطقة هو هنالك تخادم بين المشروعين. نعم. الموجودون اليوم في العراق كنظام وبما معه من أدوات وميليشيات هو يؤسس لهذا المشروع، وبات حاميا بالدرجة الأولى والأساسية للمشروع الإيراني، فهو إذن ذراع وممثل للمشروع الإيراني في المنطقة. ونحن نعلم أن المشروع الإيراني لا يقتصر على العراقي، وإنما بات ضرره وخطره ينتشر للمنطقة عموما، يمتد إلى البحر، إلى الساحل، إلى البحر الأبيض المتوسط، يعني بالأسماء سوريا ولبنان هي الآن جزء من هذا المشروع، والمنفذ لهذا المشروع كما قلت هي هذه الميليشيات. ورأينا في السنوات الماضية تصاعد أعمال الإرهابية، رغم أنهم هم كلمة الإرهاب يفصلونها كيفما يشاءون ويلبسونها من يريدون، لكن بالحقيقة الأعمال الإرهابية لهذه الميليشيات باتت تنتقل من العراق إلى المحيط، ونحن رأينا كيف أن الخطر الميليشياوي بات يهدد دول الجوار، ليس لا تكلم فقط على الأرض في سوريا، وإنما بالدرجة الأساس إلى جنوب العراق كالمملكة العربية السعودية وغيرها. وكيف أن هنالك تحالفا بين هذه الميليشيات في العراق وبين الميليشيات في اليمن، وكيف باتت منطلق العراق وأماكن سيطرة هذه الميليشيات منطلقا للمسيرات وللصواريخ لتهديد دول الجوار. إذن بات العراق مصدرا للأزمات كما كان وتأسس مشروع النظام الإيراني، وهو على أساس تصدير الثورة، فبات اليوم العراق هو جزء من هذا التصدير، تصدير الأزمات إلى المنطقة عموما. وهذا الخطر أيضا، الخطر الميليشياوي أو الخطر النظام في العراقي، نعم، هو ليس فقط على هذا الجانب بل حتى على الجانب الاقتصادي، لأنه لما يعيش العراق مرحلة أو حالة من عدم الاستقرار، فبالتالي تتأثر بهذه عدم الاستقرار المنطقة عموما، فضلا عن ذلك الملفات الاقتصادية، والملفات الاقتصادية التي هي باتت بلعبة بأيدي هؤلاء وتصب في جوب هؤلاء أصحاب هذه المشاريع، كل ذلك كلها عوامل تؤدي إلى تصاعد هذه الأزمة وتأثيراتها على المنطقة عموما. ولكن العجب أننا لا نرى رادعا ولا أي خطوة. سنتحدث عن قضية الرادع أو التخوف أو لماذا هذا السكوت من المنظومة الدولية أو الإقليمية. دكتور رافع الفلاحي، هذا النظام الذي بشر به عام 2003 على أنه نظام ديمقراطي، نظام فريد في المنطقة، العراق سيكون منطلقا للديمقراطية بدل ما يكون منطلقا لتصدير الأزمات كما ذكر دكتور عبد الحميد الآن، كيف تحول بمرور الزمن إلى نظام ميليشياوي خطر على العراق كدولة، خطر على حتى الشعب العراقي، خطر حتى على عمق الاجتماعي كما كان يروج؟
بلا شرعية، تقوده ميليشيات، تقوده فرق موت خاصة، تهديد في الداخل وخارج العراق وربما حتى على الأمن والسلم الدوليين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ ماجد أحييك وأحيي ضيوفك الكرام. أهلا وسهلا. بداية، هو لم يتحول يعني مع مرور الزمن إلى نظام ميليشياوي، ومن البداية كان مصمم هكذا التصميم. الفوضى التي صمم عليها هذا النظام تسمح بإقامة هذه الميليشيات، وقد شهدنا منذ عام 2003 منذ احتلال العراق انطلاق هذه العمليات، عمليات الميليشيات، وكانت أول ميليشيات كنا نسمع بها ودخلت مع الاحتلال، دخلت من إيران ميليشيات بدر وكانت تقتل وذهبت إلى الكفاءات وأساتذة الجامعات والمثقفين وهكذا. فمن البداية كانت الخطوط العامة التي سيؤسس عليها ما ظهر اليوم، هذه المخرجات التي نعيش اليوم، هذه كان أسس لها من البداية وكان المشروع واضح سيصل بنا إلى هذه النتيجة. الميليشيات يعني تتكاثر وتزداد يوم بعد يوم وتتسع، وهناك أماكن لتفريخهم، ووصل عددهم الآن إلى 70 ميليشيا وأكثر تحت ما يسمى الحشد الشعبي. الحقيقة وهناك يعني أنت تسأل عن يعني وجه آخر بالسؤال، شرعية دولية، شرعية نظام فاقد للشرعية هناك الحقيقة، لكن يعني هذا من وجهة نظر المناهضين للاحتلال، مناهضين لهذه العملية السياسية، لكن من وجهة أصحاب العملية السياسية والمجتمع الدولي إنه هذا النظام صاحب شرعية، وهذه كارثة كبيرة. الشرعية لها وجه، شرعية دولية هي التي يعني الالتزام بمجموعة المبادئ والقوانين التي تحكم وتوجه العلاقات الدولية، وهي من خلال منظمة الأمم المتحدة طبعا يحكمها هذه القانون الدولي. لما كان القانون الدولي هو الإطار القانوني الأهم للشرعية الدولية، فهو من تصميم القوى المنتصرة على الأقل التي خرجت منتصرة في الحربين العالمية الأولى والثانية، لأن هي أسست النظام الدولي الجديد وأسست الأمم، أصبت الأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة، وبالتالي أسست القانون الدولي الجديد ووضعت فيه شروطها ووضعت فيه مصالحها. وحتى في ذلك الوقت يعني في عام 45 وقبلها كانت كثير من الدول لم تظهر على خارطة العالم، بعد ذلك ظهرت، فالكثير من حقوقها هضمت بهذه الشرعية، بالتالي وصلنا إلى حالة أن الشرعية صارت تمنح من أمريكا. نعم، يعني أمريكا هي التي تكسب الشخوص والأنظمة الشرعية، يعني من ترضى عنه أمريكا فهو شرعي، ومن لا ترضى عنه أمريكا فهو غير شرعي، والإرهاب وهذا إرهابي. وقالها بوش، يعني بوش الابن وهو يحتل العراق في ذلك الوقت، قال من معنا يعني يجب أن يحدد العالم، إما معنا أو ضدنا، اللي ضدنا هم إرهابيين واللي ويانا هم أصحاب الشرعية. هكذا تفكر هذه الدول بمصالحها. فبالتالي نحن لدينا، أما الشرعية الداخلية فهذه الحقيقة صفة أي نظام مؤسسي يفترض يقوم على مرتكزات قانونية أخلاقية قيمية ينعقد حولها إجماع الناس أو أكثر الناس أو غالبية الناس، تجمع بيناتهم روابط قوية، قوانين قوية، لكن هذه غير متوفرة في العراق، لأنه أسس كثيرة للشرعية غير متوفرة في العراق، منها الشفافية، المشاركة، المساءلة، العدالة، حفظ القانون، الأمن، الأمان، في كثير من الأمور كثيرة ربما نحددها، هي هذه الأسس المهمة لإضفاء الشرعية على أي نظام، هذه غير متوفرة في العراق. فبالتالي من أعطى الشرعية المحلية والدولية للنظام الحالي في العراق منذ 2003 لحد الآن هو المجتمع الدولي، وبشكل خاص الولايات المتحدة والأمم المتحدة مسؤولة عن هذا، لأنه كلهم، وبالتالي هذا انفرض على الآخرين. وصلنا إلى الجامعة العربية وشاهدنا الجامعة العربية تعطي مقعد العراق في عام 2003 بعد الاحتلال إلى قوى تحت الاحتلال، وهذه سابقة لم تحصل في الجامعة العربية. فبالتالي كل هذه المنظومة أعطت الشرعية لنظام غير شرعي، وهم يعرفون غير شرعي، لكن الهراوة الأمريكية أرادت هكذا، وأمريكا من تعطي الشرعية. نعم. أستاذ فاروق يوسف، أولا أهلا وسهلا بك معنا. أهلا بك، تسلم. أهلا. الحقيقة أنصار النظام وأصحاب النظام
يبررون أو يدافعون عن هذه الوحشية أو الدموية أو القسوة التي عليها النظام ومكوناته، أن هذا النظام لأنه نظام ديمقراطي جوبها بكمية كبيرة من الكراهية من المحيط في المنطقة، جابهت جملة تحديات في الداخل والخارج، ولذلك هو في سياق الدفاع عن نفسه ربما انزلق إلى شيء من القسوة من الدموية من الوحشية، وإلا النظام لم يكن هكذا عند التأسيس. جملة تحديات حولت إلى متوحش ليدفع عن وجوده وكينونته، مقبول هكذا دفاع؟ أستاذ ماجد اسمح لي بالبدء أنه أتحفظ على استعمال مفهوم الشرعية، يعني سواء غيابها أو وجودها. نعم. ليش؟ لأنه هذا النظام الموجود في العراق لا علاقة له إطلاقا بمفهوم الشرعية، وهو المفهوم المتفرع طبعا عن الديمقراطية. هذا النظام لا يمكن أن نقول عنه شرعي أو غير شرعي لسبب بسيط، يعني احنا لو رحنا للواقع وخلينا واقعيين افضل، نعم، يعني رموز هذا النظام لا يبحثون عن شيء اسمه الشرعيه. من اين يكتسبون الشرعيه ولماذا والذي يفعلونه بالشرعيه؟ يعني هل يحتاج مقتدى الصدر مثلا الى شرعيه؟ يعني من اين يكتسب هذه الشرعيه؟ من الشعب، من السماء، من امريكا، من ايران، من اين؟ بالنسبة للشعب معروف رأي مقتدى الصدر أو غيره أو من رموز النظام بالشعب. الشعب أيضا له رأي بنفسه، يعني الشعب هل يبحث عن الشرعية؟ أنا لا أعتقد هذا الموضوع، هذا موضوع بعيد كل البعد. يعني إحنا لا ننزلق إلى المفاهيم الغربية بطريقة عشوائية ونصيح نحن بحاجة إلى الديمقراطية. خليني أقاطعك أستاذ فاروق، اسمح لي أقاطعك، سامحني على العجلة في المقاطعة. في حلقة سابقة كان معنا زميلنا معني الجيزاني من أمريكا، وكان طبعا يتحدثون مع الأمريكيين أنه هذا النظام الحقيقة شرعي وقائم لأنه يمثل جميع المكونات العراقية، جميع المكونات العراقية الدينية والمذهبية والعرقية والقومية والثقافية ممثلة في هذا النظام، وشرعيته تأتي من هذه الميزة. أستاذ ماجد، أنت الآن ذهبت إلى الموضوع الأساسي. نعم. هي هذه الميزة هي ممكن نسميها تمزيق النسيج الوطني العراقي. العراق كان موجود بأقلياته، بقومياته، بمذاهبه، بملحديه، بدينيه، موجود كنسيج، كعجينة موحدة. الآن أنت تبحث عن ممثلين لمكونات أنت تستطيع أن تخلقهم، يعني أنت تستطيع أن تسمي هذا سني، هذا مو عراقي، هذا سني، هذا شيعي وليس عراقيا، هذا كردي وليس عراقي. يعني أنت الآن مزقت النسيج الاجتماعي الوطني من أجل أن تخلق نوع من الشرعية الوهمية. يعني أنا بالحقيقة يعني ما أرضي الذي يقول. نحن بحاجة إلى مكتبات أولاً قبل أن نحتاج إلى الديمقراطية. نحن بحاجة إلى المعرفة، نحن بحاجة إلى التعليم. يعني ما فائدة ديمقراطية الفقراء؟ يعني ما فائدة أنه أنت صوتك لا تدرك بالانتخابات بحيث تبيعها بكيف صحيح؟ ثم تقدر تبيع صوتك، إذا صوتك ما له قيمة. يعني هذا الموضوع الأساسي اللي لازم نفكر به. الشرعية أنه نور المالكي خان الوطن خيانة عظمى، سلم ثلاث أرباع الوطن لتنظيم إرهابي وسلمها بطريقة يعني معروفة، يعني ما بيها مجال، وهي تسمى الخيانة العظمى، ومع ذلك صار يصرخ بالشرعية وصار يدافع عن نفسه بالشرعية. يعني وبالمناسبة ترى هذا يشمل مو بس العراق، يشمل كثير من المناطق. يعني بمعنى أنه في مصر الأخوان المسلمين يدافعون عن شرعية وجودهم، وهم أصلا ينادون بالحكم لله،
فكيف الشرعية يعني تتناقض الشرعية الأرضية مع الحكم لله، ومع ذلك هم يحاربون الآخرين بالشرعية. بس الشرعية حتى لا نطلع، لأنه أنا عندي أستاذ فاروق عندي الفاصل قريب. بالضبط إيه الفاصل قريب حتى نبقى في صلب موضوعنا في القضية العراقية، وأنا سؤالي ماج يعني بس أنتظر جواب، إنه هذا نعم. النظام لم يكن نعم. بهذه القسوة لولا التحديات ولولا حجم الكراهية اللي قوبل به من قبل دول المنطقة المحيطة بالعراق. سأجيبك. إيه؟ بالحقيقة لأن القضية معقدة، لذلك نتفرح ونتشعب وكذا، لأن قضية كثير معقدة نعم. وشائكة نعم. بالنسبة للقسوة خلينا نكون صرحاء، الشخصية العراقية نفسها هي شخصية قاسية تنطوي على كثير من القسوة نعم. ولو راجعنا العصور والعهود السابقة لكنا نتهم مثلا الشيوعيين نقول قسات، وبعدين نتهم البعثيين قسات نعم. وبعدين نتهم الإسلاميين قسات، بالحقيقة العراقيين قسات. هذا من ناحية يعني هم نعم. يلجؤون في تصريف خلافاتهم إلى القسوة نعم. هذا الموضوع. الموضوع الآخر أن أمريكا رادت هذا النموذج لتدمير أجزاء أخرى من المنطقة نعم. فالقسوة كانت ضرورية. أولا لازم نتذكر دائما أن أمريكا ادعت أنها ستجمع أعدائها كلهم في العراق لتقضي عليهم مرة واحدة، هذا كان كلام أمريكا نعم. وضمنها برروا من خلاله الفوضى الخلاقة نعم. والفوضى التي عاشها العراق لمدة 10 سنوات أو أكثر وطلع منها بلا فائدة، فقط القتلى والجرحى والمعاقين والتخريب والتدمير. أمريكا لم تفعل شيء سوى أنه خربت ودمرت العراق. فالقسوة كانت مو بس من جانب النظام قاسي صحيح، ولكن الجهات الأخرى أيضا مارست قسوة ضد العراقيين. يعني الموت كان يأتي إلى العراقيين من كل جانب. يعني هذا النظام اسمح لي أستاذ فاروق أستاذ فاروق يعني هذا النظام ما كان بهذه الأنظمة التي أحاطت بالعراق أصلاً على الإطلاق. أقصد أنه هذا النظام ما كان ليكون على هذه الدموية من ميليشيات وفرق موت لولا أنه قوبل بهذه الكراهية. تعتقد كان سوفت كان يكون نظامنا كيوت رقيق ظريف؟ لا مستحيل، لأنه أولا العرب لم يكرهوا، العرب الدول العربية المحيطة بالعراق لم تعلن عن كراهيتها للعراق والعراقيين على الإطلاق، ولم تمارس أي نوع إلا بالتواطؤ مع القوة الأمريكية، وهذا معروف نعم. أنه الدول العربية المحيطة بالعراق تواطأت مع أمريكا في كل المراحل نعم. وقد تكون مجبرة وقد تكون مرتاحة للموضوع، لكن كإرادة ذاتية لم تمارس أي نوع من الضغط على العراق. العراق الإيراني كان موجود من البداية، لم ندرك نحن أن العراق انحرف إلى إيران إلا بعد سنة أو سنتين من الاحتلال، لكن الإرادة إرادة المحتل كانت من البداية أنه ادخلوا يا إيرانيين إلى العراق. وهذا نعم. وهذا يعيدنا إلى الأيام الأولى للاحتلال، يوم فتحت الحدود أمام الميليشيات المقيمة في إيران التي يقال أنها ميليشيات عراقية مقيمة في إيران نعم. بينما هي في الحقيقة ميليشيات إيرانية نعم. أفرادها عراقيين. فأمريكا سمحت لهذه الميليشيات بالدخول من الأول، وهذا يعني أن الاحتلال الإيراني كان مخطط له منذ البداية. أشكرك مشاهد الكرام، توقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا في حلقة طاولة حوار لهذا اليوم التي تبحث في استمرار المنظومة الدولية أضفاء الشرعية على نظام الميليشيات الفاسد في العراق بالرغم من انتهاكاته وفساده والجرائم المرتكبة في عهده. بعد الفاصل نعود، ابقوا معنا.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار تبحث في استمرار المنظومة الدولية أطفاء الشرعية على نظام الميليشيات الطائف الفاسد في العراق. ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي والدكتور عبد الحميد العاني والأستاذ فاروق يوسف. دكتور عبد الحميد، هناك من يرى أو يفسر هذا السكوت أو التغاضي من المنظومة الدولية عن هذا النظام على الرغم من كل الفظاعات والجرائم المرتكبة أن المجتمع الدولي لا يرى في هذا النظام خطرا أو مهددا للأمن والسلم في المنطقة كما تراه القوى الكارهة له أو المناهضة، القوى الوطنية الشعبية، ولذلك ثمة سكوت. هذا النظام ليس فيه تهديد، أنتم ترون أنه مهدد، نحن لا نراه مهدد. نعم. يعني رأيك؟ أنا اسمح لي قبل أن أجيب على هذا السؤال يعني أعقب على ما ذكره الأستاذ فاروق. نعم. حتى أولا لا يسيء المشاهد الكلام، طبعا هو لا يقصد الأستاذ فاروق بالتأكيد، لكنه ربما حتى للتوضيح، يعني حينما تكلم عن طبيعة المجتمع العراقي والإنسان العراقي والقسوة، هو بالتأكيد لا يقصد أنه يبرر لما حدث في العراق، لأنه القسوة شيء وما حدث في العراق ليس قسوة، ما حدث في العراق ظلم وانتهاكات وإفساد وإلى غير ذلك، فهو فقط يتحدث عن الطبيعة ولا يريد أن يبرر بالتأكيد. نعم. أنا مدرك ومتأكد أنه لا يقصد هذا، لكن ربما حتى لا يساء الفهم. واضح. فقط توضيح أيضا آخر، لأنه ذكر أن الخطر الإيراني ربما بعد السنة حتى عرفنا فيه. أنا للتاريخ كشهادة، أنا كنت في حينها في اليمن. نعم. وفي الأشهر الأولى من زمن الاحتلال جاءنا الشيخ الدكتور حارث الضاري رحمه الله تعالى، وكان في حينها نائب الأمين العام لهيئة علماء المسلمين، لم يكن الأمين العام هو في حينها. جاء وفد مكون من عدة تيارات عراقية وزيارة اليمن في شهر العاشر تشرين الأول، يعني بعد 6 أشهر من زمن الاحتلال، لا يتحدث عن الخطر الأمريكي فقط، وإنما هذا أمر معروف والشعب اليمني يدرك ذلك، لكنه كانت رسالته الواضحة والصريحة والمهمة هو انتبهوا إلى الخطر الإيراني الذي يعني تشعب وبات مسيطرا في العراق. لذلك الخطر الإيراني مدرك من قبل الاحتلال، ولولا التعاون الإيراني الأمريكي ما تمكن الاحتلال الأمريكي من غزو العراق. هذا الأمر. نرجع إلى سؤالكم، هل هذا التقييم هو فقط من عندنا؟ المشكلة هي ليست فيه أنه يرونه أنه خطر على المنطقة أو لا، المشكلة أنه هم ماذا يريدون؟ هم يريدون أن يكون هنالك خطر، يعني هم يقيمون أن هذا خطر وهذا مصدر لتصدير الأزمات وناشر للزعزعة. كأنه هذا النظام الذي صمم بعد الغزو الأمريكي كأنه الآن بفعل طبعا علاقته العضوية مع لا. إيران كأنه بدأ يشب عن الطوق الأمريكي. الآن هناك قصف للسفارة الأمريكية لمصالح أمريكية لقواعد عسكرية، يهدد الأمريكيين يعني جهارا نهارا، كأنه شب عن هذا الطوق الأمريكي. لا، هذه مسألة ثانية، وهي نعم. المناكفات الجزئية والخلافات الجزئية لا تؤثر على الاتفاق الاستراتيجي بين المشروعين، وكما قلنا ربما تكلمنا سابقا عن أن هذه المناكفات قلنا هو صراع نفوذ لا صراع وجود بينهم. إذن نرجع إلى السؤال الأساسي، هل هم لا يرون لا يقيمون أن هذا النظام وهذه الميليشيات هي خطر على المنطقة؟ هم يريدون أن يكون هنالك خطر، لأن أساس المشروع هي زعزعة المنطقة، أولا في العراق إشغال العراقيين بالمشاكل الذاتية والداخلية وإثارة الأزمات فيما بينهم، ثم بعد ذلك أن تكون المنطقة كلها هي مصدر أو منشغلة حتى لا يكون هنالك تأثير على ربيبتهم إسرائيل أولا كيان الصهيوني، ثالثا ليسهل أمرهم أمر سيطرتهم على المنطقة كلها. لذلك أساس المشروع هو إدامة الصراع وافتعال الأزمات في المنطقة لتسهل السيطرة عليها من قبل هؤلاء، ولإشغال الناس في هذه المناطق بمشاكلهم الجزئية والداخلية عن المشاريع الحضارية الكبرى والتفرغ لإدارة بلادهم وإدارة اقتصادهم بما فيه مصلحة بلادهم وتطورها،
وبما فيه مصلحة المنطقة عموما. هذا هو مقصود إذن من قبل أصحاب هذا المشروع الأساسيين، ولذلك هم فرحون رغم الشعارات ربما التي ينادون أو يرفعونها، فهنالك بون شاسع بين الشعار وبين الواقع. نعم دكتور رافع الفلاحي، الحقيقة هناك أنظمة صنفتها المنظومة الدولية أنها أنظمة مارقة، جزء أو هي محور شر تهدد الأمن والسلم الدوليين، ذهبت إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لاستخدام القوة العسكرية معها والإطاحة بها، حاصرتها، نبذتها، كرهتها، حرضت عليها. والحقيقة حتى هذه الأنظمة الحقيقة لم تقترف 1 بالمليون مما يقترفه هذا النظام الموجود في العراق، ومع ذلك تعرضت لكل هذا الاستهداف والتهديد والعزل. يعني أليس غريبا هذا الأمر؟ أستاذ ماجد ليس غريبا يعني. نعم. حقيقة يعني مثل ما قلت لك، الشرعية الدولية من يحددها؟ تحددها مصالح الدول الكبرى التي وضعت القوانين الدولية والتي اتفقت عليها وأجبرت العالم على أن تلتزم بها، فبالتالي هي تحقق مصالحها، تحقق ما تجنيه من مكاسب من وراء تحقيق هذه الأطر التي وضعتها. نعم. بالتالي تحديد من هو الشرعي، من هو اللا شرعي، من هو المارق، من هو اللا مارق. دكتور حتى اسمعني، حتى هناك أنظمة كانت أنظمة محسوبة على يعني على أمريكا. أمريكا في لحظة نزعت عنها الشرعية وسمحت بسقوطها، كما جرى في الفلبين نظام ماركوس، كما جرى في الشاه إيران. نعم أستاذ واجد، لذلك الغرب وأمريكا يقولون ماكو أصدقاء دائمين. نعم. وماكو يعني أعداء دائمين، أكو مصالح دائمة، هم مصالحهم تتحكم بهم، إذا ما تغيرت يعني بوصلة المصالح باتجاه آخر ينقلبون على، لا توجد هذه القضية الآن في العالم، يعني حلفاء دائمين واتفاقات ما لا توجد هذه الحقيقة، وراجع التاريخ لقرون عديدة سوف لن تجد هذه القضية، ربما كنا مخدوعين بها. لكن في نفس الوقت يعني مثل ما علق أخي الدكتور عبد الحميد على كلام اللي سمع عن القساد، أنا أريد أن أقول إنه وصف العراقيين بالقسوة هذا وصف غير مقبول وغير لا أتفق معه ولا أقبله أبدا، لسبب بسيط جدا، يجب أن تكون على يدينا دراسات اجتماعية ودراسات نفسية لكي نحدد، ودراسات ثابتة وعلمية لكي نحدد إنه هذا الشعب قاسي أو مو قاسي، وبالتالي لا يجوز تعميم أفكار. نعم. ومفاهيم علي الوردي على الجميع، هذه خطأ كبير جدا جدا. إذا كنا نعتقد أن الشعب العراقي قساط ويضرب، بعض الناس يقولون أن الشعب العراقي قاسي، لماذا قاسي؟ لأنه فعل كذا في ثورة 14 تموز، لأنه فعل كذا في 63، لأنه الشيوعيين كذا فعلوا. طيب ماذا نقول عن الثورة الفرنسية؟ ماذا نقول عن الفرنسيين؟ الثورة الفرنسية العالم سحلت في الشوارع، وأنا مختص بالتاريخ وأستطيع أن أتحدث عن هذا الموضوع عشرات الساعات، سحلوا الناس في الشوارع وقطعوا رؤوسهم. ماذا نقول عن أمريكا قبل 3.5 قرون عندما اكتشف كولومبوس وعندما جاءوا هؤلاء الذين احتلوها وصارت أمريكا؟ ماذا فعلوا بالهنود الحمر سكان أهلها الأصليين؟ ألم يسلقوا حتى الرؤوس؟ ماذا تسمي هذا؟ ليس تسميه قسوة؟ دكتور لأن الوقت ضيق، أشكرك حتى نتجاوز هذه النقطة دكتور. ماذا فعلته بالناس؟ أشكرك، نتجاوز هذه النقطة بس على السؤال، كمل السؤال لأن الوقت جدا ضيق عندي. هم يتعاملون وفقا للمصالح، الكثير من الدول أنت يعني بالمقارنة مع بعضها لا تجدها مارقة ولا تجدها ضد هذه المفاهيم. خليني أسألك حتى يكون سؤالي واضح، هل تعتقد أن هذا النظام مهما بلغت من علاقته مع الولايات المتحدة الأمريكية سوف لن يكون بأفضل حال من نظام فرديناند ماركوس في الفلبين أو نظام الشاه في إيران؟ سيصل إلى نقطة تلقي به الولايات المتحدة الأمريكية في سلة التاريخ؟ نعم، عندما وصلت المصالح الأمريكية مع هذا النظام تختلف باتجاه آخر، سيرمونهم وسيدوسهم بالأحذية، هذا واقع حال، وهذا حصل، كان الشاه المدلل في أمريكا، لكن بعد ذلك داسوه بأقدامهم مثل ما تداس
الفيران الميتة. نعم. أراد أن يتعالج فقط في أمريكا من السرطان، لم يعطوه فيزا للدخول إلا بشق الأنفس. نعم. هذا حقيقة رافعة، هذه الناس تتصرف وفق مصالحها. أشكرك. وفق اكتساباتها، لا تتصرف وفق أخلاق ومبادئ وقوانين هذه اللي تحدثون بهذه للإعلام، أما تصرفاتهم ليس لها علاقة لا بقوانين ولا. نعم. ولا بقوة. لذلك إحنا نتحدث عن الشرعية وغير الشرعية. نعم. لذلك نطالب الآن بسحب الشرعية، إن سحبت الشرعية عن هذا النظام سنتحدث عن عدم قدرته على التسليح، عدم قدرته على التعامل الاقتصادي، عدم قدرته على التعامل السياسي. أشكرك. عدم قدرته على دعم نفسه خارجيا وداخليا. هذا اللي نريدين. هذه نقطة مهمة. نعم. الأستاذ فاروق يوسف، إذا كانت المنظومة الدولية أمريكا المجتمع الدولي لا ترى في هذا النظام مهددا لها، بل هو أدوات لها، يعني كما هو كما يؤكد الكثير من المحللين والمراقبين، لكن ما السؤال، ماذا عن المنظومة الحقيقة، المنظومة الإقليمية وخاصة المنظومة العربية؟ هذا النظام الحقيقة لا يخفي عداءه ولا تهديداته لدول جوار العراق من الدول العربية، وفي طبعا مقطع فيديو يعني واضح المهندس يتحدث أن الأولوية للسعودية وليس لإسرائيل، الأولوية للرياض وليس لإسرائيل. لماذا هذه المنظومة أو هذه دول جوار العراق يعني معقولة أنها لا تشعر بأن هذا النظام مهدد لها لحد الآن، تضفي عليه شرعية عربية، تدعمه سياسيا، تدعمه ماليا، تدعمه عسكريا، لماذا لا ترى فيه تهديدا لها؟ أستاذ ماجد، الكل يعرف. نعم. الكل يعرف. نعم. أن الوضع العربي، الوضع. نعم. السياسي العربي، وضع النظام السياسي العربي. نعم. سيء إلى درجة لا يمكن أن نحمل أي مسؤولية، لا يمكن أن نطالب أي دولة عربية بموقف إيجابي وموقف يعني يعتد به وموقف يكون رأس حربة باتجاه ما تريده أمريكا في المنطقة، لا يمكن. يعني على الأقل، على الأقل اسمح لي أقاطعك أيضا مرة ثانية، على الأقل، على الأقل من الدول التي تقول أنها في حالة تصدي للنفوذ والهيمنة الإيرانية، على الأقل يكون موقف مختلف إذا سلمنا. مستحيل. إيه؟ مستحيل لسبب بسيط أستاذ باجي. نعم. إحنا بالآونة الأخيرة انكشفنا بعد حرب اليمن، وبعد حرب العراق، وبعد ما صار بلبنان، انكشفنا بطريقة فاضحة. نعم. العرب لا يملكون أي استراتيجية. نعم. 30 سنة 40 سنة إيران تشتغل باستراتيجية واضحة بحيث حققت كثير من الإنجازات. الخميني الآن سعيد في قبره لأن كل ما يحلم به تحقق وزيادة. خامنئي حقق للخميني أشياء لم يكن يحلم بها وفق استراتيجية، وفق منطق عملي، وفق منطق واقعي. أما العرب انكشفوا، كل الدول العربية لم تكن تملك استراتيجية. الدول انهارت، العرب انهار، والأنظمة انهارت، كل الأنظمة انهارت. يعني سوريا في هذا النظام موجود يعتبر. نعم. سوريا راحت، ليبيا راحت، اليمن حرب أهلية مدمرة، السعودية خايفة من أي صاروخ يجيها ما تعرف ترد عليه. نعم. الإمارات خايفة، كل الدول العربية خايفة. نعم. إحنا انكشفنا، انفضحنا، إحنا فقط أمة كلام. نعم. للأسف. قد يرد علي أي شخص محترم يقول لي لا، ينبغي أن لا نكون قساة على أمتنا. طيب متى نقول الحقيقة؟ نعم. إذا الآن ما نقول الحقيقة ونحن في لحظة هزيمة كبرى ونشوف عدونا اللي هي إيران دمرت كل شيء، يعني هل تعتقدون أنه بالإمكان استعادة العراق بيسر؟ هل تعتقدون أن لبنان ممكن يستعاد من حزب الله؟ هل تعتقدون أن سوريا يعني لا يمكن إلا إذا أردنا الاستمرار الكذب على أنفسنا؟ هذا السؤال، هذا السؤال. وهي طريقتنا من 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 من, من نعم. القديم لحد الآن، نحن نضحك على أنفسنا. هذا السؤال مهم. هذا السؤال.
أشكرك سا. خلينا هذا هذه النقطة مهمة نصيغها طبعا بسؤال، وهذه نقطة مهمة في الدقائق الأخيرة، أي من الدقائق الأخيرة من الحلقة. الدكتور عبد الحميد العاني، مجلة الفورين بوليس الأمريكية يعني العام الماضي، تقول أن النظام في العراق بحاجة إلى تغيير، لابد أن يغير هذا النظام، لا يمكن أن يستمر. هل ثمة سبيل لإسقاط هذا النظام؟ أتكلم السبيل في الداخل العراقي، هذا النظام متمترس بمدجج بما يسمى الشرعية الدولية، أمريكا لحد الآن تقود العالم خلف هذا النظام. هل ثمة سبيل عراقي بحت لإسقاط هذا النظام الذي بات يمثل الخطر الأكبر على العراق دولة ومجتمعا وهوية وكيان ووجود؟ تعتقد هناك سبيل؟ بداية هذا التقييم الذي لا بد من التغيير، هذا قاله الشعب العراقي منذ اليوم الأول للاحتلال، وقالته القوى الوطنية العديدة. الأمر الثاني، يبدو الأمريكان اقتنعوا أخيرا بما هو لم يقتنعوا إلى الآن، لم يقتنعوا، لكن هذا فقط شعارات كما نقول. أيضا الأمر الثاني، يعني معروف الأمر الأول والأخير بيد الله سبحانه وتعالى بالتأكيد، لكن على مقياس القوى رأينا تجارب الشعوب، كثير من شعوب المنطقة والعالم، أن الكلمة الأولى والأخيرة للشعب، الكلمة الأولى والأخيرة للشعب، مهما كان النظام متمترسا بقوة ومهما كان محميا بنظام عالمي، فالكلمة الأولى والأخيرة للشعب، لكن ليس بفقط المقاطعات. يعني هذا الموجود اليوم، نحن نتحدث عما يسمى بالشرعية، آخر انتخابات 20% شارك، 80% مقاطعة، هؤلاء 80% لا بد أن يرفعوا أصواتهم. ثورة تشرين والترجيحات للانتخابات القادمة تقول ليس أكثر من 10%، ولو بقي السكوت فإن المجتمع الدولي سيعطي لهذا النظام يستمر على هذا الوجود ويحميه. لذلك لا بد من رفع الصوت عاليا، ورفع الصوت كما جرى في ثورة تشرين وما سبقها من ثورات، لا بد أن يكون هنالك كلمة قوية ولعموم الشعب العراقي. المشكلة في العراق لا تتعلق بسين وصاد من الناس، لا تتعلق بفئة معينة، لا تتعلق بمن فقط العاطل عن العمل، بل حتى الذي حاصل على العمل هو لديه مشكلة، لأن الأمن مفقود، لأن هنالك الفساد مستشري في كل الأماكن، لأنه لا صحة موجودة، لا تعليم، لا يوجد بلد. شباب ثورة تشرين قالوا بخلاصة الأمر نريد وطن، والوطن مفقود اليوم من الجميع، حتى الذي تأمنت له وظيفة ويأخذ راتب، الوظيفة ليست هي الوطن. ولذلك واجب الجميع، القوى الوطنية والقوى الشبابية والقوى الاجتماعية، النقابات، جميع شرائح المجتمع العراقي عليه أن يتكاتف، وإن شاء الله النصر قادم بإذن الله تعالى. دكتور رافع الفلاحي، ثورة تشرين منذ البداية، منذ اليوم الأول، حددت هدفا لها إسقاط النظام الطائفي الفاسد في العراق، قدمت تضحيات وقدمت أيضا دماء كثيرة وما زالت الحقيقة تقدم. تعتقد أن الحراك الشعبي العراقي والقوى الوطنية قادرة لوحدها على بلوغ نقطة إسقاط هذا النظام، أم أنها لابد من أن تنفتح على المنظومة الدولية، تنقل الحقيقة للمجتمع الدولي، حقيقة ما يجري في العراق، تحرص على الحصول على دعمه، لأن هذا النظام لحد الآن مدجج بهذا الدعم الكبير من قبل المجتمع الدولي وأمريكا بالذات؟ أستاذ ماجد، من البداية كان مشروع الاحتلال عام 2003 ليس من أجل الديمقراطية ومن أجل عيون العراقيين ومن أجل رفاه العراقيين، من أجل بناء العراق بناء حضاريا ديمقراطيا مزدهرا. هذه كذبة كبيرة، وال 18 سنة كافية لتدل على ما نقوله. الحقيقة هذا المشروع، بل كوندليزا رايس قالت نحن نمثل العراق من أجل الديمقراطية. هذا واقع الحال، اعترفوا بها بعد ما ظهرت الحقيقة كاملة، وهم ناس يعني وصلوا إلى مراحل من السفاهة لا تستغرب منهم الاعتراف بكل شيء. هذه نقطة. النقطة الأخرى أنه يعني أي نظام في الدنيا يجب أن يتطور، يجب أن يفعل ما يفعله لأجل خدمة بلاده، لأجل خدمة شعبه، لأجل رفاهية شعبه وتقدمه. هذه غير موجودة في العراق. 18 سنة الحال من سيء إلى أسوأ، وبالتالي وصلت الحالة أنه الشعب مقتنع أنه لابد من التغيير، لكن كيف يمكن أن يغير؟
الرأي العام الدولي الذي صمم هذا النظام هو يريده أن يظل العراق بهذا القرار، وهناك دول إقليمية وأولها إيران تريد من العراق ضعيفا لكي يحلب العراق بهذه الطريقة التي تجري اليوم. فبالتالي كل القوى الدولية والإقليمية متفقة على أن العراق يجب أن يضعف، وذلك سحب العراق إلى الظلمة لسنوات طويلة، يعني حتى وصلنا إلى مرحلة من المراحل أنه لا تجد خبر عن العراق في كل وكالات الأنباء لسنوات، لا تجد خبرا، يعني ربما يمر أسبوع أو عشرة أيام لا تجد خبرا، مع أنه العراق مشتعل، هناك تعتيم عليه، هناك سحب للظلمة. وإذا بهذه الثورات ومنها ثورة تشرين أعادت العراق مرة أخرى تحت الضوء، لكن هذا لا يعني أن المجتمع الدولي سيساعد هؤلاء الذين تظاهروا والذين ثاروا من الشباب والذين قدموا مثل ما حضرتك تقول وهو واقع الحال، أكثر من 1000 شهيد واثنين وثلاثين ألف جريح وعشرات من المختطفين والمفقودين. نعم. لا، هذا المجتمع الدولي يعرف أنه هذا النظام اللي أسسه هو نظام خرب، نظام فاسد، ولا تعال قل لي هذه المنظمات، منظمة الشفافية الدولية، منظمة العدل الدولية، منظمات الكثيرة، هيومن رايتس ووتش، الأمم المتحدة، غيرها، يونامي، عندما يكتبون تقارير ويقولون أن العراق في أسوأ حالاته، مدينة بغداد أسوأ مدينة في الدنيا، العيشة في العراق سيئة، أهل العراق أكثر من 10 ملايين غادروا العراق، هجرة، تهجير، دمار بالمدن، خدمات غير موجودة، صحة غير موجودة، التعليم خارج قوائم التصنيف. نعم. هذه كل يعرفه العالم. نعم. فبالتالي هي لو أراد التغيير لساعد الناس، لساعد ثورة تشرين وساعد المتظاهرين على التغيير، لكن هو لا يريد. لكن تبقى المهمة الأساسية والمهمة الوحيدة للشعب العراقي هي أن هو الذي يفعلها، وبالتالي سينصاع العالم وسينصاع الرأي العام الدولي لما يريده الشعب. لن يفعل المجتمع الدولي شيئا لمساعدة هذا الشعب، خلينا نسأل هاي يفعل شيء له. نسأل هاي النقطة نحيلها إلى ضيفنا أستاذ فاروق يوسف. أستاذ فاروق، في مجلة الفورين بوليسي المقال اللي نشرته في شباط عام 2020 تقول النظام في العراق يجب أن يغير، هل تعتقد أن التغيير هنا أو ضرورة التغيير ستكون على غرار ما جرى عام 2003 بتدخل عسكري لتغيير هذا النظام، أم أنه كأنه يقول أيها العراقيون خذوا زمام مبادرة تغيير النظام بأيديكم، أنتم لوحدكم، أنتم قاتلوا، أنتم وربكم؟ لا طبعا مستحيل. بالنسبة للتدخل العسكري لن يتكرر، لا يوجد شيء اسمه تدخل عسكري، لأنه الولايات المتحدة نفسها تغيرت وصار عندها دروس أخرى، يعني عندها اهتمامات أخرى غير التدخل العسكري. وغير العراق بالحقيقة 19 سنة من الانهيار، من الجهل، من الفقر، من التدمير الذاتي الداخلي. أنا أعتقد ويمكن بحلقات سابقة قلتها، ماكو حل غير أنه ينتفض الشعب، لكن الشعب لن ينتفض إلا بعد أن يستعيد الوحدة الوطنية. اثنين، هذا الشرط الأول. اثنين، أن ينتبه العرب لأنفسهم. المحيط العربي ينبغي أن يكون في حالة أفضل من أجل دعم العراقيين، وإلا بدون هاي الشرطين صعب جدا، العراقيون سيستمرون في وضع مزري، وسيستمر الاحتلال الإيراني بالتعاون مع أمريكا، وسيستمر هذا النظام الفاشل والرث في حكم العراق، لأنه هذه النظام أحزاب وميليشيات، والشعب ممزق بين ثم نقطة خطيرة جدا، ينبغي للعراقيين أن يعيدوا العلاقة بالدين إلى وضعها الطبيعي. الآن علاقة العراقيين بالدين سيئة جدا، ينبغي لهم أن يعيدوا هذه العلاقة إلى وضعها الطبيعي. شكرا، اشكرك استاذ فاروق، شكرا جزيلا. شكرا لضيفنا من مدينه فيستروس في السويد الكاتب الصحفي العراقي الاستاذ فاروق يوسف، كان معنا عبر سكايب في حلقه طاوله حوار. كما اشكر ايضا ضيفينا هنا الدكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئه علماء المسلمين في العراق، وضيفنا ايضا عبر سكايب الكاتب والباحث السياسي الدكتور رافع الفلاحي. كما اشكركم مشاهدينا الكرام، وحتى نلتقي في الاسبوع القادم في امان الله.